خرجت في قطاع غزة مسيرات عفوية في مناطق متفرقة احتفالاً بإعلان اتفاق التهدئة، وردد المحتفلون التكبيرات وشعارات تشيد بالمقاومة الفلسطينية. أجبرنا العدو الصهيوني إجبار على الهدنة، وهذه الهدنة طبعا انتصار للشعب الفلسطيني وللأمة العربية كلها. وتحية تحية تحية إلى مقاومتنا الجبارة. والله نعبر عن فرحتنا وسعادتنا باتفاق التهدئة، وإن شاء الله تعود الحياة لمجاريها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. طالعين والله بعد الأزمة اللي صارت النفسية، بنحاول نحسسهم بأجواء الانتصار والفرح، أنه الحرب انتهت، الأزمة انتهت، إن شاء الله قبل ما نحرر باقي فلسطين والأقصى المبارك إن شاء الله. والاطلاع عن كثب على آخر التطورات في قطاع غزة، ينضم إلينا من هناك مراسل رؤية غازي العلول. أهلا بك غازي، تنضم إلينا عبر منصة زوم. أبتدأ وإياك من اتفاق التهدئة الذي وقع بوساطة مصرية ما بين فصائل المقاومة الفلسطينية وما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي. كيف يبدو الوضع من حولك؟ هل التزمت إسرائيل بهذا الاتفاق أم ماذا؟ صباح الخير إخلاص. نعم، نام الغزي هنا ليله الطويل بعد 5 ليالي من القلق والخوف على إثر العدوان الإسرائيلي الذي بدأه الاحتلال بشكل غادر. الالتزام لم يكن عند الساعة 10 تماما كما كان متوقعا ومفروضا على طرفي الصراع، المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، حيث الاحتلال استهدف بعد الساعة 10 من مساء أمس أراضي زراعية ومراصد للمقاومة، امتدت استهدافاته حتى منتصف الليلة. بدورها المقاومة الفلسطينية قصفت واستهدفت مستوطنات الغلاف وكذلك تل أبيب برشقات صاروخية، ثم نشرت عبر منصتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن يد المقاومة هي العليا، يجب أن تنتهي هذه المعركة ويد المقاومة هي العليا. عند الساعة 12 بالتحديد لم يكن هناك إطلاق رشقات صاروخية أو استهدافات من جانب طائرات الاحتلال الإسرائيلية لقطاع غزة بذلك، وهذا الأمر ربما معتاد في جولات الصراع وجولات التصعيد الماضية. وبكل تأكيد المقاومة الفلسطينية والفلسطينيون هنا سعيدون لوقف إطلاق النار بعد 5 أيام شهدها القطاع كانت صعبة على كل مناحي الحياة، ويرى ويؤكد الفلسطينيون بأن المقاومة حققت إنجاز عظيم. أي نعم، بأن الاحتلال هو من بدأ المعركة بشكل غادر واستهدف قادة في صفوف سرايا القدس، ولكن ميزان النجاح بالنسبة للغزيين وللغرفة المشتركة كان حول أن المقاومة رغم ضربات الاحتلال القاسية إلا أنها استمرت حتى اللحظة الأخيرة بضرب تل أبيب بصواريخ بعيدة المدى، وهذا بحد ذاته إنجاز.
الاحتلال ونتنياهو وحكومته المتطرفة دخلوا من أجل ردع أو تثبيت قوة الردع بالنسبة لهم وردع المقاومة الفلسطينية وعدم إطلاق الصواريخ على المستوطنة، لأنهم لم ينجحوا في ذلك. دعنا نتحدث غازي عن إجمالي الأضرار الناتجة عن هذا العدوان الذي استمر لخمسة أيام متتالية، نتحدث من حيث عدد الشهداء وأيضا الأضرار المادية. نعم إخلاص، ما هو مؤكد أن 33 شهيداً هم من سجلوا في كشوفات وزارة الصحة، وأكثر من 200 إصابة مختلفة ما بين طفيفة وخطيرة. لكن بالنظر إلى أن اتفاق التهدئة دخل حيز التنفيذ بعد الساعة العاشرة، لم تصدر الجهات الرسمية، وتحدثون عن قطاع الخدمات على سبيل المثال من بلديات ووزارة أشغال، وهي الوزارة المقولة بتحديد الأضرار المتعلقة بالمنشآت والمنازل. آخر إحصائية خرجت في هذا الإطار كانت صباح أمس، قالوا بأن 15 منزلاً دمروا بشكل كامل، وأن أكثر من 190 منزلاً آخر دمروا بشكل جزئي وبعضهم غير صالح للسكن. من المفترض أنه في ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم ستخرج بيانات رسمية عن الجهات المسؤولة والمعنية لتبين بإحصائيات حجم الأضرار. عقب بيان أمس دمر الاحتلال أكثر من 10 منازل في قطاع غزة في مختلف المحافظات، بالتالي نقول بأن لا توجد إحصائية رسمية متعلقة بالأضرار حول المنازل. على المستوى الاقتصادي، جمعية رجال الأعمال قالت بأن 5 ملايين دولار كلف هذا العدوان على رجال الأعمال وأصحاب المشاريع سواء الكبيرة أو الصغيرة. نعم. خسائر تقدر ب5 ملايين دولار. نعم، ماذا عن الكهرباء والوقود أيضا غازي؟ هل بدأت بالعودة تدريجيا إلى القطاع وإدخالها من جديد إلى قطاع غزة؟ من المقرر أن تدخل شاحنات الوقود إلى محطة التوليد اليوم عبر المعابر التي وفق الاتفاق وبرعاية من الجانب المصري ستدخل إلى قطاع غزة، وستفتح هذه المعابر لإدخال المواد الإنسانية، الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الوقود، وخروج من المفترض المرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج. هذه تأتي في إطار عودة الحياة لقطاعها قبل هذا العدوان الذي بدأ، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء المصريين والأمميين. أما على مستوى الحياة هنا في قطاع غزة، عادت المرافق للعمل مرة أخرى، أتحدث عن المرافق الحكومية الخدماتية التجارية، حتى على مستوى العمال اليوم مع ساعات الفجر الأولى خرجوا لأعمالهم لاستكمال مشاريعهم أيا كانت حسب اختلافها. لكن نقطة التأخر كانت في التعليم، الاتفاق الذي تم بالأمس كان متأخرا، بالتالي لم يكن الطلاب على استعداد للعودة اليوم لمدارسهم، بالتالي سيستكملون اليوم حسب التعليم الإلكتروني وفق وزارة التربية والتعليم وكذلك وكالة الغوث، وسيعودون صباح الغد إلى مدارسهم لسير العملية التعليمية كما كانت عليه سابقا بمشيئة الله. شكرا جزيلا غازي العلول، مراسل رؤية في قطاع غزة، ونتمنى أن يعم الأمن والسلام والاستقرار في قطاع غزة وأيضا في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. شكرا جزيلا لك.